طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المصدر أونلاين: صيادون اليمنيون ممنوعون من بحارهم وسواحلهم. ومن الصحوة نت: مسلحون مجهولون يهاجمون مخيما لنازح الحديدة في لحج. موقع عربي يقول: مدينة عدن لم تعد موجودة. ومن بي بي سي: لبنان ترمي دبابات عسكرية إلى البحر. أهلا بكم. ليس لهم من مصدر دخل سوى ما يخبئه لهم البحر بكل مخاوفه، ومع ذلك هم الآن ممنوعون من الاصطياد ليس بفعل الأمواج وإنما بفعل البشر، ويعنون موقع المصدر أونلاين: التحالف يمنع الصيادين من النزول للبحر، ومن يخالف سيكون هدفا عسكريا. قال مصدر عسكري حكومي إن بحرية التحالف العربي الذي تقوده السعودية حذرت الصيادين من النزول إلى البحر في المياه الإقليمية اليمنية، وإلا سيكونون هدفا عسكريا. وأفاد المصدر الموقع بأن الصيادين في الساحل الغربي سيكون ممنوعا عليهم ممارسة الاصطياد في البحر الأحمر، وأن إبحار أي قارب في المياه الإقليمية من اتجاه الساحل سيكون هدفا للطيران، وأشار إلى أن تحالف منع الصيادين بشكل تام. ويتابع المصدر أونلاين: يأتي التحذير بعد الهجوم الحوثي الذي طال ناقلتي نفط سعودية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعليق السعودية شحناتها النفطية عبر مضيق باب المندب. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي أمس بتشكيل مجلس اقتصادي من الحكومة وتمثيل من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية عدن كخطوة للحد من تدهور العملة المحلية. صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة اعتبرت التوجيه غير قادر على حل المشكلة، وقال مراقبون: توجيه الرئيس هادي بتشكيل مجلس اقتصادي سيفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد. ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد أشار المراقبون إلى أن على الرئيس إجراء خطوات جادة لمواجهة التدهور التاريخي للعملة، ما لم فإن عواقب التراخي سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية، مفيدين أن المهام الموكلة إلى المجلس إنما هي من مهام البنك المركزي الذي لا يؤدي دوره كما يجب، والحل ليس بتشكيل مجلس اقتصادي. النقل الجوي باليمن: فشل الإدارة وتبعات الحرب. تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: نحن في اليمن مدينون للجمهورية أنها جلبت معها الطرق وشركة الطيران الوطنية كشرايين حياة، من نافلة القول أن اليمن تمتلك موقعاً استراتيجياً ليس بحرياً فقط لوقوعها على البحر الأحمر وبحر العرب، ولكن على صعيد حركة الملاحة الجوية باعتبارها حلقة وصل بين قارتين وفي موقع غير بعيد من الشرق الأوسط وأوروبا. وهذا الموقع جعل فرصة شركة الطيران اليمنية تنتفع كثيراً من رحلات العبور التي كانت تمتد من العاصمة الأندنوسية في أقصى الشرق، مروراً بدكة في بنغلاديش وكراتشي إلى موروني وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وإلى لندن وفرانكفورت وباريس ومرسيليا في أوروبا. وتدريجياً فقدت اليمن هذا الامتياز لأنها استندت على ناقل وطني وحيد، هي شركة ينخرها الفساد وسوء الإدارة وتمكين الأقل كفاءة واعتبارها أداة سلطة خاصة بنظام صالح. وحين تأسست شركات رديفة داخلية كانت على حساب الناقل الوطني في التكاليف، بينما الأرباح تذهب إلى جيوب قلة منتفعة. نحن هنا لن نتحدث عن سياسة إنشاء وتشغيل المطارات والتي لم تكن تعكس فسادا فجا كما هو الحال مع مطار صنعاء الجديد، ولكن سياسة تمييز وسوء إدارة حين نجد أن المطار الأول تاريخياً في محافظات الشمال في تعز صار مطاراً ميتاً، بينما محافظة كإب الأكثر كثافة سكانية والأكثر عدداً من المغتربين في دول الخليج أو الغرب ليس فيها مطار، ولا تستفيد من مطار تعز العاجز والعجوز وسيء التخطيط والموقع الجغرافي. أو محافظة كالبيضاء ومارب ليس فيها مطار بالمرة، يوجد في فرنسا ما يزيد عن 150 مطارا مدنيا.
بعد أيام معدودة من الاعتداء عليهم في عدن، يقول موقع الصحوانت: مسلحون مجهولون يهاجمون مخيما لنازح الحديدة في لحج. وقال الموقع إن مسلحين مجهولين هاجموا في ساعة متأخرة من مساء الأحد مخيما لنازحي محافظة الحديدة في منطقة الرباط بمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن المخيم تعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين، واندلعت على إثرها اشتباكات بين المسلحين والحراسة التابعة للمخيم. وأضافت المصادر أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد تدخل بعض القوات العسكرية، ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة. صنعاء عدن قيد الاختطاف. تحت هذا العنوان كتب راجي عمار مقاله المشهور في موقع مسند للأنباء، ويضيف الكاتب في جزء من المقال: صنعاء مدينة العشق والجمال الأبدي، أبوابها سبعة ومن أي باب دخلت يحيطك الموت من كل اتجاه. تحولت إلى مدينة من ظلام غير قابلة للقسمة على حياة، لا كهرباء ولا مياه ولا رواتب ولا هواء، فقط قصف، قتل، اختطاف، سجون، تعذيب، جوع، فقر ومرض. فيما عدا مغتصبي المدينة من مشرفي الميليشيا فهم في رغد من العيش ويرفلون بالنعيم، نهب بلا حدود لإيرادات اليمن دون حسيب أو رقيب، إتاوات قصمت ظهور السكان المعدمين، واستقطاعات أغلقت بسببها معظم البيوت التجارية والماركات العالمية. عدن ثغر اليمن الباسم تطل من شرفة مينائها الباذخ، فترى العالم كله بين يديك. المدينة المحررة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية توصد أبوابها أمام رئيس الدولة وحكومته لتفتح ذراعيها بالترحاب لميليشيا من نوع آخر وباتجاه آخر يجمعها بميليشيا صنعاء ذات الغاية والهدف. لربما اختلفت مسميات الوسيلة أو تلونت الجهات الممولة، لكن الغاية والهدف واحد. لأول مرة في تاريخ العرب المسلمين يغتال فيها أئمة وخطباء المساجد بهكذا وتيرة، وترمى فيها قنابل متفجرة بين أوساط نازحي تهامة منكوبة الهاربين من حرب تحرير الحديدة الهلامية الأجوف لتقتل منهم من تقتل ولا فخر. هكذا جرائم وأمام الأشهاد دون خجل من دين أو ذرة من ضمير، وسط صمت مريع من الحكومة والتحالف والعالم برمته كأنما أصيبوا بالصمم. صنعاء وعدن مدينتان تحت الاختطاف، وقد تكون غيرهما من المدن الخلفية كذلك، لكنهما تظلان بمثابة عينين لرأس واحدة، تلكم الرأس هي اليمن. فكيف نقبل أو نصمت أن تعيش اليمن بجسد رأسه بلا صنعاء وعدن؟ يتحدث تقرير نشره موقع عربي عن عدن التي قال إنها كانت مدينة فاضلة لم تعد موجودة. وقال موقع درج إن مجموعة كبيرة من النازحين من مدينة الحديدة حاولوا الهروب أو الهرب إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة من المواجهات المسلحة التي تعصف بالمدينة، لكن عددا منهم لم يسمح لهم بمواصلة نزوحهم إلى عدن. فقد قامت مجموعة أمنية تتبع ألوية الحزم الأمني أو الحزام الأمني التي تم تأسيسها وتمويلها ودعمها من قبل دولة الإمارات بمنع هؤلاء النازحين من مواصلة طريقهم باتجاه عدن. يتحدث الموقع عنهم بأنهم بقوا في العراء أكثر من يومين على مدخل عدن، وتلقى بعضهم الشتائم من قبل الجنود، ومن سمح لهم بمواصلة طريقهم عانوا من عدم وجود سياسات إيوائية فاعلة. أعاد هذا السلوك تسليط الضوء مجددا على عدن ومدينتها التي عرفت بها من قبل بدا لهؤلاء النازحين من الحديدة إلى عدن، وكأن الأخيرة مدينة تحمل لهم ضغينة وكرها بلا مبرر. يقول عدنان جمن وهو فنان تشكيلي من عدن: أهل الحديدة عانوا من الظلم طوال تاريخهم وسكنوا مدينة عدن آمنين منذ زمن بعيد. اليوم هناك من يشهر أنيابه بكراهية عمياء أمام أطفال ونساء هربوا إلى مدينة أم اليتيم، المدينة ذاتها التي فتحت ذراعيها لأجدادهم ذات يوم.
بعد الفاصل سنواصل معكم باقي الصحف العربية والعالمية لمطالعة أخبارها في الشأن اليمني. قوموا معنا. استمرون معكم لمطالعة أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف العربية وبعض الصحف العالمية أيضا، ونبدأ من الشأن اليمني. أو يواصل الريال اليمني تهاويه مقابل العملات الأجنبية، كما نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصادر مصرفية قولها إن سعر صرف الدولار الواحد في عدن وصل إلى 522 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 138 ريالا يمنيا، وهي أدنى قيمة وصلت إليها العملة اليمنية في تاريخها. وأفاد المصدر بأن سعر صرف الدولار مقابل الريال وصل في صنعاء إلى 516، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 136 ريالا. ويحدث هذا الانهيار في ظل تنصل البنك المركزي والحكومة اليمنية من التزاماتهما من دون القيام بأي حلول جذرية تسهم في إعادة الريال إلى استقراره وإيقاف تدهوره، خصوصا أن إعلان السعودية عن وضعها وديعة مالية في البنك المركزي بملياري دولار لم ينجح في تفادي انهيار الريال اليمني، وتسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما ضاعف من معاناة اليمنيين إلى جانب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشونه منذ أكثر من عامين. واحدة من أشهر وأهم الصحف الأمريكية في مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب، وقد حث ناشر صحيفة نيويورك تايمز إي جي سويلزبرغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوقف عن وصف الصحفيين بأنهم أعداء الشعب، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى عنف ضد وسائل الإعلام. وعلى صدر الصفحة الأولى علقت الجريدة نيويورك تايمز لترامب تقول: لا تصف الصحفيين بأعداء الشعب. وفقا للصحيفة، فجاء ذلك في لقاء غير رسمي بين الرجلين جرى قبل نحو 10 أيام، وكشف ناشر التايمز عن تفاصيل اللقاء بعد حديث ترامب عنه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وقد كتب ترامب حول اللقاء: قضينا وقتا طويلا نتحدث عن الكم الهائل من الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام، وكيف تحولت الأخبار الكاذبة إلى عبارة عدو الشعب. إنه أمر محزن. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز بيانا ردا على تغريدة ترامب بشأن اللقاء، قائلة إنها قررت أن ترد على توصيف الرئيس للقاء. وقال الناشر إنه قبل لقاء ترامب لكي يناقش أو قبل لقاء ترامب عفوا لكي يناقش المخاوف بشأن لهجة الرئيس المقلقة للغاية ضد الصحافة. وأشار إلى أنه أبلغ ترامب بأن عبارة الأخبار الكاذبة هي غير صحيحة وضارة، لكنه أوضح أنه قلق أكثر من وصف ترامب للصحفيين بأنهم أعداء الشعب. يضع الليبراليون بالفعل الحقوق الفردية في قلب مجتمعاتهم السياسية، ويعتقدون أن هذه الحقوق من حيث المبدأ يجب أن تمتد إلى الجميع. إن أمريكا كما يقولون هي فكرة. هذا مقتطف من مقال كتبه عضو المجلس الاستشاري لمركز نيس كانين مارك وين، وأعاد ترجمته ونشره صحيفة الغد. بالنسبة للفيلسوف القانوني الألماني كارل شميث، هذه الأفكار ستؤدي إلى كارثة سواء داخل البلاد أو خارجها. عندما يتورط الليبراليون في نزاع عسكري دولي، تصبح نظرتهم إلى العالم وصفة لحرب شاملة ودائمة، لأن التزامهم بالمعايير المجردة يجعلهم ينظرون إلى المعارضين ليس فقط كمنافسين، بل باعتبارهم أعداء مطلقين. وعلى عكس العدو الحقيقي الذي يمكن أن يتفق معه المنافس على التعايش السلمي، يجب أن يتم تدمير أو تحويل العدو المطلق في النهاية. على سبيل المثال، من خلال أفكار بناء الأمة التي يرفضها ترامب بشدة، بدلاً من المعاييرية والشمولية، يقدم شميث نظرية الهوية السياسية القائمة على مبدأ يدعمه ترامب بشدة في مسيرته قبل السياسة: الأرض. بالنسبة لشميث، يتم تشكيل مجتمع سياسي عندما يدرك مجموعة من الناس أنهم يشتركون في بعض السمات الثقافية المميزة التي يعتقدون أنها تستحق الدفاع عنها والتضحية من أجلها.
وهذا الأساس الثقافي للسيادة راسخ في السمات الجغرافية المميزة للمكان الذي يعيش فيه الناس. يتعلق الأمر بمعارضة وجهات النظر حول العلاقة بين الهوية الوطنية والقانون. ومن وجهة نظر شميث، فإن دعاة المجتمع أو وعيهم الذاتي الذي تحدده السمات الجغرافية هو مطلب فلسفي لقوانينه. وبالنسبة للليبراليين، يتم تشكيل الدولة القومية أولاً وقبل كل شيء من خلال التزاماتها القانونية. يظهر نقد شميث للليبرالية في شغف ترامب ومؤيديه ببناء جدار على حدود أمريكا الجنوبية، ويصف مستشار ترامب مثل ستيفن ميلر بناء الجدار بأنه سياسة يقودها الحب، أي حب المجتمع السياسي الأمريكي المحدد بوضوح في الجغرافيا. لبنان ترمي دبابات عسكرية في البحر، والسبب كما يقول موقع شبكة البي بي سي محاولة من النشطاء في مجال حماية البيئة لإيجاد حل لمشكلة كبيرة تتعلق بالتخلص من النفايات. قد يبدو من غير المنطقي أن يقوم نشطاء في مجال حماية البيئة برمي 10 دبابات قديمة في البحر، لكن هذا بالضبط ما فعلته مجموعة في مدينة صيدا اللبنانية على أمل جذب عدد كبير من السياح إلى المنطقة لخلق ملاذ جديد للحياة البرية في البحر الأبيض المتوسط. وقال كامل كازبر من مجموعة أصدقاء وزيرة وشاطئ صيدا التي تقود المشروع لوكالة فرانس بريس للأنباء: سيصبح هذا المكان جنة للغطاسين وبقعة يمكن أن نطور فيها الحياة تحت الماء. وأعرب عن أمله في أن تغطي الأعشاب البحرية قريبا هذه الدبابات التي قدمها الجيش هدية لهم لتحقيق رؤيتهم بخلق منتزه تحت الماء ليكون بذلك عالما بعيدا عن الشواطئ التي لم تفلت من أزمة القمامة في لبنان. وهذا المشروع ليس مشروعا بيئيا فحسب، حيث قالت المجموعة إنها وجهت فوهات الدبابات نحو الجارة الجنوبية إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني. في جولتنا اليوم بين الصحافة الفرنسية وفي ترجمة خاصة بقناة بلقيس، نطالع تقرير عن عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي صفعت الجندي الإسرائيلي أو صفعت الجنود الإسرائيليين، وهو ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، والتي أضافت: يرمق المارة وجهها الشاب الذي يلفه الشعر الأشقر المجعد الطويل المرسوم على جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لقد أصبحت الشابة رمزا للمقاومة الفلسطينية، تم الإفراج عن عهد التميمي من السجن يوم الأحد بعد 8 أشهر لصفع جنديين إسرائيليين. متحدثة باسم السجن الذي كان يحتجز عهد التميمي، قالت: الفتاة البالغة من العمر 17 عاما ووالدتها نيرمان التميمي المحتجزة أيضا نتيجة الحادث نقلوا من سجن شارون في إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة حيث يعيشون. شرطة الحدود الإسرائيلية ذكرت في بيان صحفي إنها اعتقلت إيطاليين وفلسطينيان للاشتباه في تدمير وتخريب السياج الأمني في منطقة بيت لحم، رجلان الثلاثة متهمون بالتلوين بشكل غير قانوني على الجدار حين رسموا وجه عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية. الفلسطينيون وكما تقول الصحيفة يعتبرون عهد التميمي مثالا على الشجاعة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يعتبرها الكثير من الإسرائيليين مثالا لكيفية تشجيع الفلسطينيين لأطفالهم على الكراهية. بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، سلطت قضية التميمي الضوء على ممارسات المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومعدل إدانتهم لعدد مرتفع من الفلسطينيين بلغ 99%. وبما أن الضفة الغربية أرض محتلة عسكريا، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يحاكمون أمام محاكم عسكرية. وللخبر الأبرز الذي شغل العالم خلال 24 الساعة الأخيرة وبالصور هذه المرة: لقطات من اللحظات الأولى لتنفس عهد التميمي الحرية بعد الإفراج عنها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي. نتابعها.
وأيضا نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشره في عدد من الصحف. نتابع. وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم في أمان الله.